تتكلم معاها ولا انت مش بيمشيه غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. انما انا ضربت الثور ده ازاي؟ عصب يا هيما عصب. بقول لك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ اه كفايه. اه لا ده لسه في تلف. انا هيما والنبي لا في دماغك تقيل عليها كله. والنبي هيما عشان خاطر عشان خاطر. طب بالراحه تضربه. طب بص امسكيه كده يلا يلا بسم الله بسم الله بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفل ده يا سوكا اللي مكتبنا افتح العربيه يا جدع. امشي يا جدع انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه ياما سيبيه. ايه يا في ايه ياما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامه كوريا. ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعين. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرميه السودا دي. لا كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقائق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيب يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني ده انا لابسها لابسها هتروح فين؟ بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي، عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا بص كده. خدي حبيبي. دي حبيبتي حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا أخي كبداجي وأنت يا أختي نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ إيه رأيك في الصدفة السعيدة دي؟ لا يا صدفة زبالة. نوال الله يخرب بيتي، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب.
يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومة جه. سلومة جه؟ سلومة جه. حضرتك اسود ومنعم. تعالى هنا رايح على فين؟ تعالى. البتاع أم البتاع. هنروح تعالى. فين؟ على فين؟ تعالى خليك في أوضة النوم. فين أوضة النوم؟ إيه ده وقت شغلك؟ تعالى. تعالى خبيك فين؟ تعالى خبيك فين؟ ناوي ناوي. ناوي ناوي. واحد وقع من الجوع، طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهداني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه؟ ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش بس انا متقال ان انا قفلته، مش عارف وانا البيت دريان بحاجه. ده شغل الفنادق. بيجيبولي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق، يجي يضرب سندوتشات من غير عدد، وفي الاخر يحذرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده يا انت على طول مش طايقني كده؟ يا ده سكت، انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين. يلا يا دوعد، ده حلو الاحبالك الصوتيه. معلش يا ايما، انا كنت مفكرك قفلت، روحت البيت لقيت امي متوهوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكت، تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبعان. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه، انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلع كده حلو، هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات، هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا، قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا، ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان، هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني، الطاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا جبتعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتزلبط بقى علينا، اتزلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه، الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب زخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتن قول. ما تخلص يا عم طاعون، انت كمان ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنيلوا يتحاسبوا. اتصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ، الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان ما حدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها الميكروكرو وحمتها ونايمتها. على فكره كوره، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما لقكش؟ هيما بقول لك ايه،
انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاساك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا؟ امال هكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بقى خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا عسل. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يلا، خش يا ولية. المنطقة الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول، خدوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلع انت تبين على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على دورين، دور لأمي ودور ليا. أنت عارف إبراهيم، أمي عندها 60 سنة ما شافتش يوم حلو في حياتها، نفسي ربنا يكرمني بقى عشان أعوضها لو راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الأيام السوداء اللي أنتوا شفتوها. أنت أصلك كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هما يعني اللي غنوا أحسن منك في إيه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي، بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده، في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم. شيطان خط السيده جيزه، ولاد الحلال قالوا لك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح ياد يا سوكا مدهن. اوف انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح ياد يا سوكا مدهن. كل استا كوريا خير يا طاعون؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا، وليه النهار بتنبطي؟ ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام،
اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعون، الرغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله، فاتكل على الله بقى من هنا دلوقتي بدل ما وتربت امي. مش هقول لك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما، ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني، ده انا ساعتها يجيني طاعون على حق. يلا رجاله، لحسن حاسس ان الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقول لك يا دكتور، الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام، ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا، حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ بيزعل ايه؟ ابلا يا ابلا، حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. كتف وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نوال. نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا هيم، انا كوريا. وانا هيما، حبيبك يا كوريا. ايوه، خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني، ازيك يا ست نوال، ازيك يا ابراهيم. ايه بقى اللي يخليها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشرحه. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا، ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا، انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بنت يا هبله، ده شغل حريم، دي بتعمل كده عشان قرشه ملحيتك، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر، هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع، يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه، انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اخت البيت ماشية ولابسة وبتترقد زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقرة. اقطع دراعي من هنا، إن مكان ورا البت دي إن بس أنا خالص. طب يلا بينا. عمي إيه؟ اللي إحنا بنعمله ده صح؟ لا طبعًا، يلا يا سوكا. هو راح لوحده ولا إيه؟ ولا يلا. بالراحة يا سوكا. ما بعرفش أسوق. ليه وأنت سايق لا ده؟ يلا يا سوكا. لما أخذ حاجة نام يعني كان فيش حاجة. يلا يلا يا خير. يلا سوكا. على فكرة أنا ما كنتش نازلة أتفسح في الحارة ولا أعمل شوبينج، أنا نزلت عشان سندس كانت عايزاني أنزلها. عشان مين يا أختي؟ سندس؟ وأنت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباوند، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسوه اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي،
ضربه لي استريشته وبلوزه بامبا. يقول على مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. ما ده صبرتي وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نصل عليكوا شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا نغة تسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال عليا ولا عاد عليا واللي يفتح بقه عليا احشغله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك يا أمو فلوس، انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيله ويحط عليك يا بعيد ده، انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولي كابت، انتي مين اللي زقك عليا يا بنت؟ أنا عايزة أفهم. ما أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا، جت كنيله تخط. بقولك ايه يا كبداكي؟ قمر يا باشا. انت منين في مصر القديم؟ من بطن البقرة. ها اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولابط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لما جرايه روح امك، انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 ورث وروحه تفضل في كتته. ما نفسكش تترقى السعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا انا شبعت، يدوم العز. امسك يا
صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. فضل ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوة هنصفره بيها روح امك. ودي ورقة فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، بودي جاردات بتسيبه امتى، كل حاجة. عارف ابراهيم، امتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او اي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رغبتك. معنى كده احنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي، بس خلني اعيش الله يخليك. كل ثروتي ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دائع عصافير؟ ده انا اول ما سيبك هتخلع. لا لا، انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك، بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازه كبيره ساعه بس. ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصري يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. أهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمة، أمر يا شيخ العرب. الأمر لله. أنا محب البودي جاردات والحماية والحراسة. لا لا لا، تفضل تفضل تفضل. أنا إنسان بسيط وأحب البساطة، حياك. لكن إذا بغيت أصير مافيا وقت ما أبي أصير مافيا. والله عدك العيب يا شيخ العرب. إنزين قول لي أنت شو اللي تبي مني؟ بص، أنا مروان ما قرانيش كويس. كبدكي ما يقتلش، كبدكي يعلم على حد، ها؟ يقلب حد في مصلحة، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين أنا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي. افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا؟ بسبب انا؟ بيعزل بسبب ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده مفيش. يا ابن الكلب ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر هتقتل يا هتحبس. انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك. بيتهمك فيها ان انت سرقت عربيته التويوتا الميكروباص لوحات معدنيه ح م ت سياره رقم 345 مرور الزاويه. انا يا باشا لا حول ولا قوه الا بالله. انا رد على السؤال. ارد اقول ايه يا باشا؟ انا اساسا معيش رخص السواقه وما بعرفش اسوق، هسرق عربيه ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وانت بتسوق عربيته يوم الاربعاء 23 مارس الساعه 12 بالليل.
أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم. أصلاً حضرتك طالب في كلية الزراعة والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بصهرش ال 12 دي أبداً أبداً. أنت لسه طالب؟ مع إن شكلك سنك كبير يعني. أصلاً مريت بظروف عائلية وحشة قوي، والدي توفى وأنا بدرس وزعلت عليه قوي فترة، بس أنا كنت مرتبط بيه جداً الله يرحمه. بس أنا إن شاء الله هتخرج زي ما وعدته بإذن الله. أنت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك أسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكرة يا باشا، والله أصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان أذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل إقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 تعال هنا. نعم نعم. فين؟ عندي فين؟ هنا. ماشي يا باشا، أصلها أول مرة وآخر مرة إن شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ آه طبعًا. بالطريقة دي يبقى لطيف جدًا. حبيبي أنا عاوز أسألك على حاجة. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله يا حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب الثانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبت نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ قبل هاجر ربنا يخلينا. قبل هاجر خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضة الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة ادفع عايزة ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، انا اعرف دكتور في الوزارة وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة ان شاء الله. ما تبطلي الواح بقى يا ولية، بوصلي دماغي المتكلفة كانت تداهية وانت بوز فقر. بقولك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمد ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجة انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقولك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاك تطفحه. قول يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بوصلي لك ودانك يا جدع. خلاص يا سوكا خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعدة الحشيش لا احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيلة الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفة منه قوي يا نيجر، ومحتاجة حد قوي يحميني. أنا حاسة إن القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر إن عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومة دي. أنتي قلتيلي إنك ما قلتيش لحد. أنا تقريباً حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس معرفش حاجة عنها، يمكن بقالي سنتين أصلاً ما شفتهاش. بصي يا سارة، أنا عايزك تثقي فيا. أنا هقولك تعملي إيه وتتصرفي معاه إزاي بالظبط، علشان ما أشكش إنك قلتيلي أي حاجة. حاضر يا نادر، بس بليز أنا مش عايزة أي حد يعرف الموضوع ده. أنا من ساعتها بحاول أنساه بأي طريقة ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا الورقة دي، تروح بيها الوزارة وتسأل على دكتور أيمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك إيه. أنا مش عارف يا الله، أزعل على الست الغلبانة اللي فوق ديت ولا أفرح إني شفتك؟ ملوش لازمة بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكرة لولا الموضوع ده أنا ما كنتش كسرت كلام أخويا أبدا، بس هي الست دي طيبة وما تستاهلش بصراحة اللي جوزها بيعمله فيها. أنا كل يوم يا الله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني انا؟ اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي.
ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي، ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطل البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغنوة منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حسن، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى، اما اقول لك اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو، مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله، لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين قمنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل، يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه، كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع. واهو من دقن وفتله. في بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو استاذ. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى، انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى، هتروح يمين. الله، هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه، عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ انا مش جاي من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حبسونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاق سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيب اللي انا فيه. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص، البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفله لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي النصيب عليا ياما، طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي.
قولي قدامي يلا. اهلا وسهلا، ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوق. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسمه اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه، وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ها؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم ومقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم تاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا؟ طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما اكون اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس. يا ناس ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب، انت مجنون. دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قاعد اهو. اهلا وسهلا يا مروان.
اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه، اهدى اهدى بس يا شيخ جاسم. اهدى حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس الاثنين مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمني ايش تبي تسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك، تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار. بس بس يا نجوان، لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية، يعني أكيد عشت برا مصر ومش واخدة على الأماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. أنا باجي كتير أنا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف، حلو قوي. بقولك إيه، أنا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. أو ما أقعد على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا لا إزاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده أنا لسه ما خلصتش الجملة. حبيبي، أنا قلت أطمن عليك، عامل إيه مع المزة البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي إيه؟ أنا بتاع كل الأوقات. انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي، كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلمين انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سألتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل. وطبعا بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك، واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكلة إن حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقة. في إيه مالك؟ بتبص لي كده ليه؟ لا أبداً، مستغرب طريقة تفكيرك، أصل ده كلامي بالظبط.
لو عايزه ترد ردي. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقولك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعة كوكايين زيادة بس الحمد لله ربنا سترها. أنا مرضتش أبلغ الشرطة بس حاولوا تعالجوها. أكيد يا دكتور مش هنسيبها كده. أنا عارف حضرتك، أنت تقريبا المحامي نادر عالم الدين صح؟ صح. أنا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطورة حالة الأنسة، أيا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. أوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم. ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش، شوف انت ايه. خلاص اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبة جديدة. زهقت ايه ولعبت ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا اسطى كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبة اغلى واكبر من اللي في ايدك. بقيت مسترخصني لكني عرف تقولها مرميه، وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره. عيل جديد ولسه جاي الحرم من بلدهم وخطبت كوريا، كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيما. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانا عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضه. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيما. امين نتجوز يا كبداكي. نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها اه ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيما؟ لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه، بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانيه. بس هو اسم جمالات ده بصراحه مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكله مش في الاسم، المشكله في المنطقه. احنا ما ينفعش على بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخليه يصوم يصوم ويفطر على بطن البقره. ما تبقاش قوي كده برضه قالوا له. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ ما خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى عرفني، كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم ورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده. هتلاقي لك هناك مثلا تلات قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه. مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. الا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني.
يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش، انت عملت ايه بالظبط؟ انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل، هو طبعا افتكر وضربني على قفايا. قمت رايح لشركة التأمين مأمن على الشحنة بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محملة وماشية في المية لغاية ما وصلت للمياه الدولية. قامت جاية مركب تانية تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا، وقمنا مرجعينه لأصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق، فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ وخدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر، هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك ومش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها، انت ورق العنب ولا. انت يا نسبة نوال قومي فزي. ايه يا راجل انت ما تستبح الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجزء وتقلب عليه الاغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليها غلبانه ربنا حرمها من الخلف ما يبقاش انت والزمن عليها، لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده تبقى انت ماره ناقصه، وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. ايام ايه وليالي ايه؟ بنت خلاص مالكيش عيش معايا. الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه، الوليه الكدابه، الوليه اللي ايديها مخرومه، لكن الوليه لا مؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل بأصل معك، انا مش هكرش كده قدام الناس ولا مشواش. لا سكات كده لم حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاكيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على دير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة. يا ولا لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتيرة؟ الافتيرة اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبدة فيه مبظبظة هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانة كده هوت وطلع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوكا. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق. والله شاردة وعمالة ادور عليها. خيب على الرجالة. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟
البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنان. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدنت واسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هاتي بقى السندوتشات يا ولد. خد يا عم. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هدي يا ولد. اتفضلي. عامل لي يا ابني سندوتشين، ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ايه ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. النبي انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه رب انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي، هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب، سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعت المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي حوار مع بنت الكيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كب كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقرى. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللبس؟ وعدت له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قدي. يا
يلا يا عم طعون نغور من الحته الناكسه دي. ماشي اخويا احاسب وحصلك. معلش يا استنوال ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما رجاله كده جنس كلب، يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى، خد يا ست الناس انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو السيف ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير جاتك ده يا فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم، انا كنت بس بطمن والله، اصل ماما تعبانة. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمرة لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. هتودينا في 60 داهيه يا بنت الكلب. ها كفايه هتودينا في 60 داهيه. انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ما فيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمة تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبة ممكنة، من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ ما فيش من 3 ل6؟ سلامتك يا ام حسن دددا من عين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا من امشي من حسد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك واقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم، وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك را خدي قلبي. اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا يا ولية؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشويه السكان معفنين؟ انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك. وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اطلع بره. اوعى طلقة بالتلاتة وتحرمي عليا زي ام واخت وبنت.
مش انا واقف. معلش يا حبيبتي. مش انا واقف. مش شاكرين يا مسوق. لا يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي اه يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني. ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه. بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسمية ده مشروع؟ اه يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت اتنين محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تتكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك. خدي ومعلش بقى، خلاص ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال، الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي، انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت. يا ولية خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيت يا بعيده. والله لا افرجك يا كوريا. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشنة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا استنوال؟ ده قطعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، طاعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم. إيه الغريب فيهم بس؟ أنا ما أقصدش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة انت اول مرة اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقولك على حاجة، انا كنت مبسوط قوي بالشوية اللي قعدناهم دول صراحة. وانا بجد، بس انا عايز اسألك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزه الصراحه؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجه غريبه بتشدني ليكي. كل ما احاول اشغل نفسي باي حاجه الاقيني برضو بفكر فيكي وعايز اشوفك. عندكش تفسير بقى للحاله دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف، قول لي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحه كل مره ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكه يعني، عشان لما نزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكه ايه المره دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابه، خطيب قريبتك. هيما ابراهيم ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكه، وبعدين ما عارفه كلهم مسجلين، وبعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعه ونظيفه وبنت بلد، فقلت يعني اقول لك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني احسن. بتحبه يا ستي؟ انا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للانسان الصح،
يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها؟ ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوة بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوة بيا، أنت ما اشتريتنيش على فكرة. مين اللي قال؟ أنا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش. خلاص بقى ما تزعليش. أنا كنت متقل حبتين. خلاص. بعدين أنا لما شفت النمرة بتاعت مصر أنا ما خفتش على نفسي. أنا خفت عليك أنت. أنا لو جرالي حاجة أنت هتعملي إيه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى أنا خايف عليك قد إيه؟ وبحبك قد إيه؟ بس متزعليش عشان خاطري. هو أنت مش هتبطلي العيشة اللي أنت عايشاها دي ولا إيه؟ مفروض أعيش إزاي يعني؟ زيك كده؟ زي؟ هو ما حدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي؟ يا إما تعيشي زيي يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده؟ بقولك إيه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. ألو؟ أي ياسر بيه، بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة. هو ما بيعملش حاجة غريبة، بيبقى قاعد كتير على الآيفون وبيلعب جيمز، بيكلم واحد اسمه أبو طالب بيه وبيقول قضية وأسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب أوكي حاضر، هعرف أقولك. أوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار انت يا زفت انتصار، انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايدي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك. بتخرجيها من البيت بدل الخنقة لازم تشم شوية هوا وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا إذنك. ربنا يسعدك ربنا يسعدك، مع ألف سلام. مع السلامة. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من الزمان مستنيك تهلي في الحارة. شيخ ناصر ازيك؟ اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجة؟ كل خير إن شاء الله. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع كده يا أخي شكري. أمرنا يا سيدنا، أنا خدامك. الأمر لله. أنا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. إيه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، أنا كنت طالب القرب منك في بنت أختك الست جمالات. هو ده أبونا؟ لازمة كل ما هربين منك
حياه للذي عايز كل مره فيني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحده واحده عليا اصل انت كل بقول لك قلتلك نجس هو ده تحفونه هو ده هو ده يعني الذين كل ما ربيني يعني الذين عايز كل ما ربيني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحدة واحدة عليا اصل انت كل قلتلك نجس قلت يا بت وليه تاني معاك مش خارجة انت بتقطع اسنان يا براهيم انت تقطعت اسنان بتقول على نقول رخيصة انت تطلع ترخص منك يلا يا زبالة جابك الاعرف وامرك ما تندف اوعى اهدى شوية خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين هيصوا يا جماعة هيصوا وانبسطوا يلا يا شوشو اشتغلي يلا يا اسنان اسغني هيصوا يا جماعة ايه يا ابراهيم بقول لك ايه يا جدع انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير انا مش عايز لبس يا دره دي بنت لازقه ونهرامي جتت عليا انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني لا 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 خلاص انا مش هفهم الشغل ده معلش يا دره سماح لكسات اكل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني ولا هي هيما صح سامع سامع يلا اتفضل شوف شغلك شوف شغلك يلا من هنا يا ركز يا يلا معلش نزل الخرابه دي في ريحه منيله طلع نزل ووطي التي في اوطي الايه وطي التلفزيون ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه انت مش قلت انها ما بتتحركش ما بتتحركش بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله اتفضل ادي 5000 جنيه اهو فين بقى الورقه اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضيه 5000 جنيه ايه يا سعاده الباشا الولية عندها فشل كلوي بتغسل ب10000 جنيه في الشهر بتغسل ايه ده انت معفن والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو فين بقى الورقة شوف يا سعادة الباشا الفلوس دي علشان اقول لك الورقة فيها ايه لكن الورقة نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح ما يقلوش لحلوح طيب يا سيدي هادي الورقة أشوف اللي فيها إيه وخد الورقة مش عاوزها الورقة هي فيها عنواننا جوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعمارة والشقة لا اللي حليح الأول حاجة غريبة الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك رد معتبر الرد ده بيسموه رد دبلوماسي رفضتيه من غير ما تحرجيه رفضت مين يا مكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين البت كوريا اول مرة اتأخر كده بالليل بتصل بيها بالتليفون ما بتردش قلبي وكني عليها هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون مش هتوكلني الزبادي؟ هيتأكلك هتأكليها انا اللي هأكلك يا سندس تعالي. يلا بالهنا والشفا هتودينا زور النبي اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك عند النبي قولي والنبي والنبي يا سندس انت كذابه يا اختي وبياعه الكلام هوديكي وهتشوفي كل انت بس وادعي لي يا سندس لا يا رب
مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انت كنتي فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه مالك؟ ابراهيم تاني ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحه هو قال انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرته، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني، كبدك فاضل لك مره. مفيش، كاني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطانه، انا كل مره كنت بوتر بنفسي 100 جزمه، وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انتي بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايده. معلش يا كوريا معلش، هما الرجاله كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظره في الناس مختلفه غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقص الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايزه اقعد بطولي. تعرفي يا كوريا؟ انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يا شيخ روحي كده. ماشي يا ابراهيم ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقة، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجة، كان يهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة، ما تنامي يا احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. بعلمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يا دي يا سكه يا ولا قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، يا ولا حاضر. اوعى ياما بس مين ايه يا عم؟ عيل وقت وقتك وانا غلطان اللي عملتك. صح يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي انت اللي قلت الكوريا اللي شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شيطان ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لها حاجه، ولا عرفنا اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل واشكمها يا ولا. طيب يا ابراهيم، ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه A1،
بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي، بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيك، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقاعده في بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها؟ طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي، أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش مني لا، ربت تغني لا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمة على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه، وانا سايبني كده عامله زي الشحاته؟ بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بقولك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا، اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي، في 10000 دولار جوه في الدولاب، خش خديهم. 10000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو ازازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي يا حبيبتي. اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون، منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50000 100000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه تتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله عظيم، أنا عاوز أقول حاجة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. إيه حكاية اسم نجوان اللي منتشر على فجأة ده؟ كان في ولية غلبانة بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزبالة وتمسح وكده، وكان برضك اسمها أم نجوان. أنتِ مش إمبارح طردتيني من أوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحدة اسمها أم نجوان الزفت تبقى نفسها اللي أنتِ تعرفيها. إيه ده أنتِ عبيطة بنت ولا إيه؟ هو كمان يعني حزينة ومنكسرة مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ استنيها تفتح.
طب اصبر، عايز اطلع الشقه دي بكشاوه خلص عليها بقى. انا ابراهيم كداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه، لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه وسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه كده برضه كبداكي؟ بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سوكا، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكا، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس، تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدهانه ده اللي زي ده يخش عليه تلات عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعه مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيله تقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب 60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي بسرعه ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ وبابي بيقول انها عيانه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربوا هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي هايتي، انت تجنني. ميرسي بابي. لبستوا يا ولادة؟ شيلي ايدي من على وشي. شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. يا ام كامينج. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقى لي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجي لي. والله عندك حق، ده انا برضه النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوه قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟
يا ولا. آه ما تحكش، بس لأمك اتوصى بيها، وحط بقى طحينة كتير، حط طحينة كتير. آه لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الثياب دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدكي تحت باطك، لأن الواد ده هو هينفعك إن شاء الله. وعلى رأي المثل سجد المنجد يديك لحاف زيادة يا والا. كل نصايحك وصلت ياما. بقولك ايه، ادي اتنين كبدة ماشي، واتنين سجق ماشي. يلا ياما اتكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلنا على الله، امال احنا تكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ياما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شاعر في مصر. عينانا. بقولك يا استاذ، كلمة بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي، ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. نحلل يا فوق. لسه كاتب انا. لسه كاتب كلمتين من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. نحلل والله. بص. خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف. اقول لك حاجه استاذ. كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي؟ كده هتبعد يا استاذ قفاكي يا استاذ. عم كمل. عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسونت العيش والكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقولك يا استاذ، ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماي العلب بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجة. خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقولك عن هو ده، هو ده الشغل يا نجم، هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله. اقول لك حاجه، والمصعب استاذ ومتلحنه كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. ما لناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. ما لناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو. عنتر وانت عبلة. اي عبلة. كايسون وانت ليلى. عنتر وانت عبلة. والنبي تديني القبلة. الله. حتى ولو اخويا. حتى